السلام ومرحبا بكم الناس الكل في معهد جديد من لابرونتي اون شيف من معهد التكوين السياحي بنابل. نختار لكم كل يوم غسيت بين مالح وبين حلو. اليوم خيرنا باش نعطيكم حاجه للسهريه. وقت اللي انت مزروبه وتحب على حاجه زاده سهله في السهريه تنجم تتابعنا في الفيديو هذا باش تجيكم الشيف روان بن سليمان تعطيكم الغسيت نتاعنا لليوم. عسلامه شيف. عسلامه. ايش نحوالك؟ الحمد لله لاباس ان شاء الله. كل عام وانتي بخير. رمضان مبروك. لي شيف في رمضان شنو عندكم وقت نتاع ابداع؟ في رمضان عنده ريحه اخرى وعنده بنه اخرى وديما نخدموا فيه جديد وفما حاجات نخدموهم سبيسيال مع رمضان وديما ماذا بينا ماك تعرف الروح وتعبين من الخدمه والدار والعشاء والكل ماذا بينا زاده ناخذوا حاجه حلوه تكون رابيد وتكون ما تتكلفلناش برشا ما نسهروا بها. كيما شنو اليوم اخترت باش نعمل لكم فيغين تشيز كيك ريفيزيتي فريز. ما فيهاش برشا مكونات وسهله على الاخر في الخدمه نتاعها. تشوفوا معنا لي زيتاب باش نستحقوا فرماج بلون وباش نستحقوا بسكوي اون بودغ معاه شويه زبده وباش نستحقوا فريز اون كوب وفريز بوغ لا ديكوراسيون وكومبوت فريز. باش نبداو هذوما الكيسين نتاعنا. الحكايه ساهله ماهيش معقده برشا. ماهيش معقده جوست ديكوش كل مره طبقات. كل مره طبقات. باش نبداو توا باش نحضروا لاباري نتاعنا. عندنا لهنا شويه خذينا 250 غرام حليب حاطين عليهم 60 غرام سكر ذوبناهم جوست شويه على الغاز استنيناهم يبردوا باش نزيدوهم جبن الابيض نتاعنا. هذيك حليب وسكر على 250 غرام حليب شيف حطيت 60 غرام سكر. جوست نحلوا الجبن الابيض مع الحليب جوست تحلوا المرحلة اللي من بعد باش تحلي الميه بالطوقة عنا لهنا الماس جيلاتين نتاعنا عنا 50 غرام جيلاتين عليهم 100 غرام ماء نذوبوهم مع بانماري ونصبوهم مع الحليب والجبن نتاعنا. لهنا عملنا هكا سهل المكونات 250 غرام حطيت عليها 60 غرام سكر زدناهم الجيلاتين اللي انت عملتهم على الماء وذوبتو. اي ذوبتو مع الماء وصبيتو معاهم. عندنا لهنا زاده كريم فريش مونتي عندنا 300 عندنا 380 غرام كريم فريش مونتي باش نزيدوا عليها الحليب والسكر والجيلاتين نتاعنا. والكريم فريش مونتي ما فيها حتى شيء، هي حليب بارد شايف كيما تشريها جوست تاخذ الجراماج اللي حاشتنا بيه وما تزيدها حتى شيء ونطلعوها باش تدخل بعضها بالباهي باش ما نخلطوها شويه بالمسكر. ديجا كيف عملنا هذا ما بقى حتى شيء ما بقى حتى شيء توا جوست نكمل الخلط هذي ونبدا نزينو الكيسان نتاعنا. باش نزينو الكيسان نتاعنا نحطو مرة الكوش هكا مرة الكوش بسكوي مرة الفريز باش هكاكا نحب عندنا كوش كوش حتى نمشي نكمل الكيسان نتاعنا الكل. نكملو بلا احنا نشارك في الكيسان نتاعنا ونعملوهم المونتاج نتاعهم ومن بعد نظهركم ونوريكم كيسان نتاعنا كيفاش عطاهم ونزيدو. ورجعنا لكم باش نوريكم كيسين نتاعنا كيفاش نجمو نزينوهم. اللي كنتي شايف بأول حاجه باش ناخذوا البسكويت نتاعنا اللي عملناه اون بودر ناخذوا ديما الكونتيتي نتاع البسكويت شطرها زبده ذايبه. مثلا عندنا لهنا 200 غرام بسكويت اون بودر ذوبنا عليه 100 غرام زبده وخلطناهم مع بعضهم. باش ناخذوا الكيس نتاعنا باش نحطوا فيه شويه بسكويت وهذه لاباري نتاعنا اللي حضرناها اللي حطينا فيها الحليب والسكر والجيلاتين ومن بعد زدناها الفرماج بلون ومن بعد زدنا لها الكريم فريش مونتي باش تلقاوها شاده روحها التكستور نتاعها خاطر حطينا لها الجيلاتين هو اللي باش يخليها تشد روحها وما يخليهاش ذايبه. اي
سينو في بعد حتى في تصبوش الجيلاتين وهو سخون لا ما تصبوش سخون الجيلاتين الجيلاتين نصبوه نذوبوه على بان ماري وما نخليوهش سخون ياسر باش نعملو كوش من لاباري نتاعنا من بعد نحطو فريز من بعد باش نحطو الكومبوت هاي الكومبوت الكومبوت فريز هذايا ناخذو الكونتيتي نتاع الفريز مثلا ارطل فريز باش نحطو عليه اللي يحب حاجه حلوه يحط عليه شطر الكونتيتي سكر انا لهنا حطيت اقل من شطر الكونتيتي حطيت على الكيلو فريز 300 غرام سكر اقل خاطر الفريز ديجا حلو لا نحطوه على الغاز في كسرونه منقصين في الغاز على الاخر باش ما يتحرق لناش ونبقاو نحركو فيه على نار هاديه معجون حطينا كوش بسكوي وحطينا كوش من لاباري تشيز كيك نتاعنا وحطينا لهنا كوش كومبوت اللي يحب الفيكيا ينجم يحط فيكيا ولا لا هي تشيز كيك بلا شي فيكيا هذاك يولي جويج مش تشيز كيك نعاودو كوش واحده اخرى من لاباري نتاعنا وعندنا لهنا الفريز اللي عملناه اون كوب نعملو منه كوش زاده ونزيدو الكوش الاخراني يعني نتاع لاباري ونزينوها بكعبه فريز ديجا كاس نحضر ديجا كاس نحضر رسيت سهله وما فيهاش برشا مكونات حتى كيف يجي وقت ضيف على غفله في ساعه في ساعه في ساعه تنجم تحضرها رسيت نتاعك وحاجه كيفاش نقولوا احنا نضوي الوجه نضوي الوجه شكرا يعطيك الصحه شيف ميرسي على الغسيت يعطيكم الصحه الناس الكل اللي سمعتونا واللي شفتونا كيف كيف على الفيديو نتاعنا تابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا غادي جون تونيزي باج اوفيسيال ميرسي للناس الكل وشهيه طيبه وفي الامان.